أنا هون عندك ورح تكون منيح. الصدفة عرفتهم على بعضهم. هذا ترتيب من السما لأنه في قصة هون ناطرتنا ولازم نعيشها. سرق لقلبها. مش بس سرقني قلبي، سرقني كلمة، سرقني حتى من حالي. اشتقت للأرض اللي بتمشي عليها بحبك. إذا بقول لك أنا ما أتذكر شيء من بعد هالكلمة صدقيني. وهي لحقت إحساسها. هيدي أخطر أنواع العلاقات اللي ممكن تقطع فيها المرأة. وانغرمت فيه. أنا أدمنته. قولي لي من بكرة إلي. بدك تخطفني؟ لحد ما اكتشفت الحقيقة. مجوز! كذبك حلو، سلسلة جديدة من مدرسة الحب. انت وحدك قادر تكتب نهاية هيدي القصة. الخميس 9:30 والجمعة 10:30 المساء على الام تي في.